يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نأثم على وجود من يتوسل بالقبور في الدول المجاورة جهلا منه ونحن لم نقم بدعوته ولم نعلمه؟ بلا شك إن العالم وطالب العلم إذا رأى الناس على المنكر، إذا رأهم على المعاصي اللي دون الشرك ولم ينههم أنه آثم، فكيف إذا رأهم على الشرك أو وسائل الشرك ولا يبين لهم يكون آثما وكاثما للعلم؟ فعليه أن يبين وأن يدعو إلى الله وأن يحذرهم من الشرك، ولا يسكت ويقول أنا ما علي منهم. ما أصاب المسلمين ما أصابهم الآن من هذا الذل والهوان والضعف إلا بسبب ترك الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وترك الناس يغطون في الشرك الأكبر حول القبور ولا أحد يتكلم أو يبين. مؤسسات الدعوة وين راحت الآن؟ هل يشغلوا الناس به؟ مؤسسات الدعوة، مركز الدعوة، كذا الدعوة، وين؟ أنا أشوف أن القبور تعبد من دون الله في الأمصار وفي الأقطار ولا غير منها شيء، وين الدعوة إلى الله عز وجل؟ دعوة بالاسم فقط؟ ما هي بهذه الدعوة إلى الله عز وجل؟ نعم.